السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا كيفاش كنرسم لأسئلة اللي ديجا جاوبت عليهم. نعطيك مثال، لقيتي باغ إكزومبل عطاك قابل الشقاق على اليسار واحد، ولقيتي السعف يقبل نفس مماس عمودي موجه نحو الأسفل في النقطة واحد وجوج، غادي نشوف كيفاش غادي نرسم هاد النقطة. وكذلك جيتي لقيتي قابل الشقاق على اليمين، وجيت لقيتي في التأويل الهندسي سأف يقبل نفس مماس معادلته إي يساوي ناقص إكس زائد 3 في النقطة واحد على جوج. جينا كذلك فروع لنائية، لقينا موالفين يساوي واحد، سأف يقبل مقارب أفقي معادلته إي يساوي واحد بجور الموالفين. لقينا على اليمين ديال جوج بلوس موالفين، سأف يقبل مقارب عمودي معادلته إكس يساوي جوج. وكذلك ليميت في جوج على اليسار لقيتي موالفين، سأف يقبل مقارب عمودي معادلته إكس يساوي جوج. وكذلك ليميت تاع اكس على اكس بلس انفيني سالف يقبل فرع عن شيء جميل باتجاه محور ارادي، او جدول التغيرات خرج لنا على الشكل. ولكن استوعب الاضافه بين ان اف اكس يساوي صفر تقبل حلا وحيدا الفرع محصور بين 3 و 4. ها اف اكس يساوي هي مناطقيه وسطيه، وفي كيف هنا في معطى اف اكس يساوي صفر تقبل حلا وحيدا الفرع محصور بين 3 بين عدد او بل ولا بين ان اف اكس يساوي صفر تقبل حلا وحيدا في ار ولا في عدد في مجال اللي فيه كوش لافين وموالفيني. هنا هاد السقف يقطع محور الافاصيل في نقطه محصور بين 3 و 4. خذ اي عدد، غنقول مثال، غنبدا باف غير قابل للشقاق على اليسار فاش في واحد، السقف يقبل نفس مماس عمودي موجه نحو الاسفل في النقطة واحد على جوج. أول حاجة قابل الشقاق في الواحد والصورة ديال جوج، كنمشي كنمثل أول حاجة النقطة واحد جوج النقطة الأولى، كندير نص مماس عمودي موجه نحو الأسفل. أي نعم، قلنا لقيت السقف يقبل نص مماس عمودي موجه نحو الأسفل في النقطة واحد على جوج، واحد جوج واحد جوج، ها واحد ها جوج. إلفو كدير نقطة هبطوا لتحت، راه هذا هو نفس مماس عمودي موجه نحو الأسفل. كون لقيتي نحو الأعلى في هذه النقطة وكتجر الفوق نحو الأعلى. في الثاني جيت لقيتي إف قابل للشقاق على اليمين، سأف يقبل نفس مماس معادلته إيكغيك يساوي ناقص إكس زائد 3. كيفاش ترسم هذاك؟ إن فوا كيكون عندك إيكغيك بدالة إكس، خاصك جوج نقط. النقطة الأولانية عندنا هي واحد جوج، هاي النقطة الأولانية. النقطة الثانية كنمشي على اليمين، ناخد على واحد العدد على اليمين، على اليمين ديال واحد جوج، باغ إكزومبل جوج، ثلاثة على جوج، خذو قريب ليه. نجي نعوض الجوج هنايا، إكس تعوض في جوج، أش غطي؟ ناقص جوج زائد ثلاثة هي جوج، إذا عندنا جوج واحد. عندنا يدخلي جوج، إذا هذا هو نفس مماس كتاخد منه شوية. نعاود شنو نقول؟ قلنا ردوا البال في التأويل الهندسي ديال قابل الانشقاق، إذا لقيتي نفس مماس عمودي شد النقطة كذا، هاد النقطة درت واحد جوج، نحو الأعلى نحو الأعلى الفوق، إلا كان نحو الأسفل نحو الأسفل يعني تحت. إلا لقيتي إيكغيك بدالة إكس ضروري خصك جوج نقط، النقطة الأولانية هي ديك واحد على جوج، والنقطة الثانية دائما كتاخد شنو على اليمين في واحد، أنا خديت باغ إكزومبل جوج، كنعوضها هنا ناقص جوج زائد ثلاثة هي واحد، ورسمت هو نفس مماس. كملنا بقابلة الشقاق، غندوزو الفروع اللانيائية، لقيت ليميت إف إكس موالفين يساوي واحد، قلنا ليميت تاع إف إكس موالفين يساوي واحد. قلنا يقبل مقارب أفقي معادلته إيكغيك كيساوي كيساوي واحد، عندنا موالفين سأف يقبل مقارب أفقي معادلته إيكغيك يساوي واحد بجوار موالفين على هذا الشكل. كذلك لقينا على اليمين ديال جوج لقينا موالفين ها جوج، دائما سأف يقبل مقارب عمودي معادلته إلا عطاك مولافيني كترسمو لتحت،
هو نعطيني مولا فيني غير فين علي على اليمين كدير اكس يساوي جوج على اليمين يعني غير ترسم المنحنى على اليمين كذلك سأف يقبل مقارب عمودي معادلة اكس كيساوي جوج فجوج موافقين مولا فيني سأف يقبل مقارب عمودي معادلة اكس كيساوي جوج وحتى هو عطاني مولا فيني يعني نفسه يعني هنايا غادي يكون كذلك اكس يساوي جوج على اليسار يعني عندي مقارب واحد ل بجوج عطاوني مولفين مولفين يعني غادي ترسمو لتحت بقى عندي سقف بقى عندي فرانشي جميل في اتجاه محور الاراتي وفرانشي جميل قلنا اما غادي يكون على شكل ولا على شكل هادو بجوار بويس لافيني كنشوفو الرتابه الا كانت الرتابه تزايد هنا الا كانت تناقصيه هنايا حنا غنشوفو واش غنديرو بقى عندي اف اكس يساوي صفر تقبل حلا واحدا بين 3 و 4 يعني بين 3 و 4 خذ نقطة هنا يعني هذه النقطة بين 3 و 4 خذها يعني المنحنى غيدوز هنا ولاحظ اش غندير دابا دابا غنلعب على جدول التغيرات جدول التغيرات عندي الرتاب التزايدي واحد ودابا فين وصل لاحظ مولا فيني مشي طرصو هنا كاين واحد على اليسار واحد على اليسار لقيت السقف يقبل ما تسمماش عمودي موجه نحو الاسفل الى لا شكل لاحظ الرتابه تزايديه لان فاش كنطلع فاش كتكون الرتابه تزايد طلعت من واحد حتى لواحد هاد الصوره ديال واحد هي جوج هاي واحد خدم على اليسار وعلى اليسار لقيت فيه قبل الشقاق قص اف يقبل ما تسمماش عمودي موجه نحو الاسفل دابا فين وصلت وصلت هنايا وهذا واحد على اليمين واحد على اليمين لقينا هاد ما تسمماش معادلته ايكغيك يساوي ناقص اكس زائد 3 لقينا الرتابة اللي دايره تناقصية ولكن دايره من هاد الموالفين جايه لي بجوج موان جوج موان وهادا ولقينا ها هو الرتابة تناقصية يعني كانت تناقصية من هنايا وغالية دابا فين وصلت وصلت جوج على اليمين جوج على اليمين لقينا مقارب عمودي ها هو يعني ها هو هنايا او درت اكس يساوي جوج وفين طالع طالع بلوس لافيني بلوس لافيني يقبل فرع الشجري في اتجاه محور الاراتي وملي تزايدية يعني على هذا الشكل هاد النقطة هي اللي درنا مغناطيسية وسيطية وكيطلع فرع شجريا في اتجاه محور الآلاتي هنا أسئلة كاملين من الأحسن فين ما دير دراسة دالة رسم المعلم عندك تأويل هندسي ديال قبل الشقاق جي ديرو يعني على اليسار بحال هنايا سأل قبل المسمامات عمودي موجه أسفل جي رسم المسمامات كذلك قبل الشقاق على اليمين جي رسم التأويل الهندسي ديالو والفروع الهنية ورد البال إذا كان عندك نقطة انعطاف إذا كان عندك مباراة قيم وسطية وكذلك إذا كان عندك الدالة الزوجية ولا الدالة الفردية اختلاف بين الدالة الزوجية والدالة الفردية أن الدالة الزوجية كيكون متماثل بالنسبة لمحور الأراتي أما الدالة الفردية كتكون متماثلة بالنسبة لأصل المعلم هذا بالنسبة للشكل لأن باقي غادي نرجعو لاجل دراسة الدالة الفيديو الاخر ان شاء الله غندير الدول الاصليه ومرها المؤتتليات ان شاء الله السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته